شهد الأخ رئيس الوزراء بأنه يستجيب لطلبنا. اليوم خرجنا لتأمين رواتبنا لشهر أغسطس. أولا وقبل الرواتب لازم يبتوا في المناقصات عشان وسيلة العمل يعني تستمر العمل. نطالب بالعمل قبل الراتب. والله نحن نطالب بحقوقنا، حقوق المؤسسة من ناحية الرواتب، من ناحية المستحقات. هاي كنا 3 شهور واقفين من غير عمل. ونحن نطالب في حقوقنا، والآلة واقفة، ونحن يعني والمدارس واقفة. وكما تعلمون انه الشعوب ما تنهض الا بالتعليم، في جميع الدول العالم كله ان جميع الشعوب نهضت الا بالتعليم، لذا نطالب بحقوقنا ونطالب بمستحقاتنا. اليوم نناشد رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ان يتم النظر في القرار الذي اتخذتموه من عدم اقرار المناقصات الورقية والمواد الخام حتى يتسنى مواصلة العمل وتشغيل العمال، ونرجو منهم فتح مستحقات المؤسسة العامة لمطابع كتاب المدرسين.